أهلا بكم جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مستمرون معكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية المستمرة من قناة الأيام الفضائية لمواكبة أهم المستجدات وتبعات اغتيال السيد حسن نصر الله، بالإضافة إلى أهم ما جاء في كلمة نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم في دراسة معمقة لأهم الرسائل التي ذكرت في كلمته، بالإضافة إلى ذلك نناقش الوضع في لبنان وجبهة الإسناد. سيكون معي في هذه التغطية الأستاذ علي فضل الله الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ علي. ممتن وحياكم الله وشكرا لهذه الدعوة. وأيضا سيكون معي من سوريا الأستاذ محمد عباس الخبير الأمني من سوريا، فأهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ علي، بداية أبرز ما جاء في كلمة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بالبداية كيف قرأتم ملامح الشيخ نعيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء خالص العزاء للإمام الحجة المنتظر، أرواحنا للتراب مقدمه الفداء بهذا المصاب الجلل بفقد سيد المقاومة وقائدها السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، وخالص العزاء لأمة محور المقاومة، ولا عزاء لأمة العرب ولا لأمة الإسلام التي تقف متفرجة على ذبح المسلمين وذبح العرب. حقيقة ما يوصف حقيقة به قادة محور المقاومة عموما وتحديدا قادة حزب الله بالثبات والصلابة وأيضا بالمرونة واحتواء دائما الملمات والشدائد والصعاب، وهذا ما تعودنا عليه خلال العقود الثلاثة الماضية. مرت بلبنان حقيقة أحداث مزلزلة، أحداث قوية وأحداث عصيبة، لكن الشكيمة والعزيمة والثبات والإيمان والعقيدة الراسخة هي التي جعلت من هؤلاء القادة دائما ما يظهروا وكأنهم لا يخوضوا حروب بل أمام مرح أو أمام حالة مفرحة. أعتقد اللافت للنظر ومن تحليل لغة الجسد للشيخ القاسم، أعتقد أن هنالك نقاط مهمة جدا. أولا تكلم بواقعية شديدة ودقيقة جدا، ولم يتكلم بمثاليات. تكلم أنه من فقدناه هو ليس بالقليل، واصفا السيد القائد سيد المقاومة رضوان الله تعالى عليه، لكن بنفس الوقت هذه حرب والحرب تتطلب، ونوه على أنه إشارات السيد حسن نصر الله هو الاستعداد دائما للموت وللشهادة، وقطعا دائما مسيرة كل مجاهد من المفترض أن يكرم من قبل الله سبحانه وتعالى بالشهادة. أيضا أضاف نقاط مهمة جدا، أنه علينا أن نتحرى الأخبار ودقة الأخبار وأن لا ننجر للمساحة التي يريدها العدو. سنأتي إلى هذه النقاط سيد علي بالتفصيل، ولكن هل تلمست الحزن في كلامه؟ لا قطعا، فقد أخا له، امتد على صحبة حقيقة صحبة الشدة وصحبة المحن وصحبة الحروب امتدت لأربعة عقود فقطعا، لكن على القائد أن يتظاهر أمام جماهيره. حقيقة الشيخ نعيم قائد الآن بمثابة حسن نصر الله، فعليه أن يتظاهر أنه ليس بحزين، لكن قطعا الذي يعرف الشيخ نعيم يعرف أنه ألم الحزن وفراق الأخ كان ملما به، لكن هو يريد أن يوصل رسالة أيضا، نحن أقوياء وعلينا أن نثبت، فلدينا معركة، علينا أن نؤجل الحزن إلى حين الانتصار، قطعا سننتصر، هذا ما كان يقوله السيد الشهيد. لذلك هذه القطعية وهذا الإلزام يجب أن يكون راسخ لدى قيادات حزب الله، وقطعا أول الذين سنجدهم في هذا في ترجمان هذا المعنى هو الشيخ نعيم. نعم، أنا حقيقة باعتبارنا مراقبين للمشهد السياسي والأمني ونعرف هذه الشخصية، الألم والحزن فعلا يطوقان، لكن هو يتظاهر على أنه ليس بحزين، يتظاهر على أنه لا يتألم، نصرة للقضية التي يخوضها اليوم وهي الحرب مع الكيان الصهيوني والمحور الداعم له.
طيب إذا جاءت هذه الرسالة أو هذا البيان أو هذه الكلمة للملمة الأوراق وإرسال رسائل إلى أبناء المقاومة وفي كل العالم وليس فقط في لبنان وحتى جبهات الإسلام، الهدف منها أنه نحن ما زلنا أقوياء مصممين على النصر، أهدافنا واضحة، سنضرب بقوة، لدينا إمكانيات، سنناقش هذه النقاط واحدة تلو الأخرى. الآن كيف بدأ سماحة الشيخ نعيم بمسألة تعمد الكيان بضرب المدنيين الأبرياء؟ لماذا بدأ بهذه؟ يعني هذه استراتيجية بالمناسبة تكلمت عنها في أكثر من لقاء. أولا هي حالة من حالات الانهزام عندما لا تستطيع أن تواجه من يقوم باستهدافك، قطعا ستذهب إلى جبهات أخرى لغرض المناورة واحتواء الهزيمة. بتوضيح أكثر، ضربات محور المقاومة رغم فارق الإمكانيات التقنية والتكنولوجية ما بين محور المقاومة والكيان الصهيوني والدول الداعمة له، إلا أنه نجد ضربات محور المقاومة تركز باتجاه أهداف حيوية، أهداف استراتيجية معينة. هذا يبين التطور التقني الذي وصل له محور، على عكس الكيان الصهيوني هو يدرك جيدا أنه محور المقاومة منذ تأسيسه وضع في حساباته فارق الإمكانيات وخصوصا سلاح الجو الذي يعتبر عامل التفوق للكيان الصهيوني وللمحور الغربي. حيد محور المقاومة هذا السلاح من خلال البنى التحتية التي صممت تحت الأرض ومن خلال جغرافيا، يعني في لبنان وفي اليمن تحديدا الجبال تعتبر واقي كبير للمنشآت الحيوية. فأنت تصور عندما تحارب صنفين يجب أن تقتص من الموارد البشرية التي تواجهك وتقتص من البنى التحتية التي يستعينون بها لمواجهة العدو. الكيان الصهيوني نعم استطاع الوصول لبعض القيادات المهمة في حزب الله، لكن لم يستطع الوصول للقيادات الميدانية والعسكرية اليوم التي تقف على الثغور. أيضا البنى التحتية وترسانة الصواريخ والطائرات المسيرة وعموم الأسلحة المدخرة المفاجئة إن شاء الله للعدو لا يستطيع الكيان الصهيوني. لذلك حتى يغطي على هذه الهزيمة بالإضافة إلى فشله في المرحلة الأولى مع الفصائل المقاومة الفلسطينية، ذهب الاستدراج واستهداف المدنيين حتى يحقق غرضين: الغرض الأول نقل الأزمة من الداخل الصهيوني إلى فلسطين ولبنان، والغرض الثاني للضغط على محور المقاومة لإعطاء أكبر تنازلات، لأنه يدرك أن قيادات هذه المحاور تمتلك من الضمير الإنساني والحس الإنساني الكبير، وبالتالي عندما يتم إيجاع حساباته أو إيلام هذه القيادات فإنها ستتنازل وتعطي تنازلات للكيان الصهيوني. أنا أعتقد هذا الأسلوب فاشل. نعم خسائرنا كبيرة، لكن علينا أن ندرك إحنا قبل عام وشوية أكثر كنا نعطي خسائر بدون مقابل، اليوم نعطي خسائر لكن نوقع الخسائر في العدو، خصوصا بعد عملية سيف القدس وعملية طوفان الأقصى. استطاع المحور اليوم أن يواجه بكامله، إذا كان حزب الله وحده كان يواجه اليوم اليمن، فلسطين، لبنان، سوريا، العراق والجمهورية الإسلامية من خلف كل هذا المحاور. فبالتالي هو أراد أن ينهزم إلى الأمام من خلال استهداف المدنيين. سأعود إليك أستاذ علي ونناقش مسألة أنه ضرب المدنيين وتأثيره على الحكومة اللبنانية وردة فعلها إلى غير ذلك، كلها محاور ضغط ربما. ولكن دعني أنتقل إلى سوريا. أستاذ محمد إذا كنت تسمعني، السلام عليكم. أستاذ محمد، يعني كيف يقرأ السوريون استشهاد السيد نصر الله وهذه الظروف التي يمر بها البلد؟ السيد نصر الله اتخذ قرار تعليق. هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد محمد عباس، نحاول الاتصال به مرة أخرى. أستاذ فضل الله، يعني مسألة أنه الضغط، كنت تتحدث عن الضغط على المدنيين. الآن اليوم كان هنالك مؤتمر لحكومة تصريف الأعمال، وكان ذكر نجيب ميقاتي نقطة مهمة جدا، أنه سيتم الاتفاق على رئيس جمهورية بشكل يرضي الجميع. ما هي الرسالة من هذا المؤتمر السريع جدا والمقتضب، يعني حتى تتوضح الصورة لدى المشاهد؟ يعني نعرف أنه حزب الله يعتبره جزء من الحكومة اللبنانية،
ولديه قوة حقيقة برلمانية وثقل كبير جدا، وهنالك صراع وللأسف يعني مشكلتنا انه صراع محور المقاومة مرة ويا الدول العربية والتدخلات السلبية التي تصب بمصلحة الكيان الصهيوني، ومرة حرب مع الكيان الصهيوني مباشرة والمحور الغربي الداعم له. موضوع اختيار رئيس الجمهورية، الكل يعرف يعني رئيس للبنان، لدينا مشكلة، وهذه المشكلة بسبب حالة الانقسام التي يراد منها إضعاف الوضع السياسي اللبناني بالإضافة للوضع الاقتصادي والوضع الأمني المتأزم. فبالتالي أقرأ أنه استغلال انشغال حزب الله قد والضغط الكبير الذي يسلط عليه قد يتنازل عن موضوع اختيار رئيس الجمهورية، وبالتالي يراد من خلال هذه العملية تصدير رئيس قريب للمحور العربي بعيدا عن محور المقاومة وقريب من المحور الغربي. أنا أقرأ حقيقة التصريحات بهكذا طريقة، وأكرر السبب الظرف المتأزم في لبنان والمعركة التي يخوضها حزب الله بالنيابة عن كل اللبنانيين، هذا الموضوع يراد استغلاله، وأعتقد إن شاء الله لن يتم، لأن حزب الله أنا أعتقد بمثابة دولة ودولة مؤسسات. السلك السياسي أو المحور السياسي هو متفرغ للجانب السياسي، ولن ينشغل عن المسؤوليات الملقاة على عاتقه، عفوا، ولن يفرط بحقوق لبنان قبل أن تكون حقوق حزب الله هي حقوق لبنان الصرفة التي يراد أن تصادر لتحقيق مصالح عربية أو صهيو عربية من خلال اختيار شخصية قريبة إلى دول الخليج العربي. بالعودة مرة أخرى إلى سوريا، سيد محمد عباس الخبير الأمني، إذا كنت تسمعني سيد الكريم. بكل تأكيد، سلام الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، يعني ما هي ردود الأفعال في سوريا حول استشهاد السيد حسن نصر الله؟ كيف تفاعلتم معه؟ بكل تأكيد، أول مرة التأكيد أن السيد نصر الله هو رمز وراية، والراية لا تسقط، ربما يغادر حامل الراية لكن الراية لا تسقط. حامل الراية غادرنا جسدا وبقي فينا وعيا وبقي فينا وإيمانا، وشكل صدمة لشارع المقاومة، لهوية المقاومة، شكل حزنا شديدا ألما عميقا، بل بفقدانه ربما أستطيع القول صادقا بأن حالة من إحباطي والألم الشديد ربما حاولت أن تسيطر علينا في الدقائق الأولى وفي الساعات الأولى، لكننا ندرك تماما أن الصبح ينبلج ويبزغ الفجر باستشهاد القادة، وبأن الدراس دائما، وبأن هذا الدراس مضيء لنا، وأننا نهتدي بهدي هذه الراية الاستشهادية الحسينية. وبالتالي نعم، نحن في سوريا حزيننا، تألمنا، هنونا لك شعور بالقهر وبالألم. هذا في الحقيقة في جانب محور المقاومة، لكن ربما يكون المشهد معاكس للمشهد في الجانب الآخر، عندما تبحث في المجموعات الإرهابية أو كان يقف ضد محور المقاومة سوف تجد الصورة معكوسة. لكن أتحدث عن محور المقاومة بشكل خاص، هنالك شعور بكثير من الألم والحزن، لكن شعور بمزيد من القوة والمنعة والكبرياء بأن قيادة المقاومة قادرة اليوم على أن تستنهض قدراتها وأن تلم آلامها، وأن تستلهم من قيادة السيد نصر الله، أن تستلهم منه القدرة على إعادة القيادة المعطلة، القيادة التي خرجت بفعل العدوان على منظومة القيادة لحزب الله. وبالتالي ندرك جيدا كيف استطاعت منظومة القيادة أن تستعيد السيطرة وتستعيد القيادة المعطلة وتعبئ الفراغات التي أحدثها هذا العدوان الكبير على قيادة المقاومة. وندرك جيدا أننا جميعا بقدراتنا، بمهامنا، بتكاتفنا، بتضامننا، بوقفتنا إلى جانب محور المقاومة، ونحن جزء استراتيجي فيه، نحن لسنا خارج هذا المحور، نحن جزء أساسي من هذا المحور، نتكامل في التصدي للعدوان. وأعتقد اليوم أننا قادرون جميعا على مواجهة هذا التحدي أو التهديد الذي تمثل بارتقاء السيد نصر الله إلى عليائه، وهو يراقب أداءنا وإنتاجنا ومردودنا وفعاليتنا في المقاومة إن شاء الله تعالى. طيب سيد محمد، اليوم في كلمة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ذكر جملة من النقاط، وقال رغم الاعتداءات المتكررة على المدنيين إلى غير ذلك، لكننا سنستمر، وخسارة القادة، لكننا سنستمر في دعم غزة وفلسطين. كيف تعلم؟ بكل تأكيد
المسألة ليست مرتبطة إلا بالمبادئ والقيم، والمبادئ التي انطلقت منها الشرارة الأولى في الثامن من تشرين الأول العام الماضي، شرارة دعم غزة وإسناد وجبهات الإسناد والوقوف مع الشعب المظلوم والمظلومين والمستضعفين في غزة. كان هذا أمر طبيعي أن تنطلق المقاومة في كل جبهاتها لدعم جبهات الإسناد، وفي جبهات الإسناد لدعم غزة، وهؤلاء الذين يتعرضون اليوم لكل أشكال القهر والظلم والتدمير والتفكيك والتمزيق والإبادة الجماعية. لذلك السيد نعيم قاسم في كلمته اليوم إنما يؤكد على استمرار حزب الله في نهجه المقاوم واستمراره في دعم صمود أهلنا في غزة وفي الضفة والقضية الفلسطينية، وأن البوصلة الاستراتيجية الوحيدة وأن البوصلة الوحيدة لنا دائما هي القدس، وأن القدس هي معلم، هي هدف وهي راية وهي إيمان وهي تقية وهي عبادة، وهي يعني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وبالتالي هذه المباركة وهذه الطهارة للمسجد الأقصى إنما تستدعي من جميع المسلمين في كافة أرجاء الأرض أن يتنادوا لنصرة مسجد الأقصى ولنصرة المظلومين في القضية الفلسطينية. طيب سيد علي، اليوم في كلمة الشيخ قاسم نائب الأمين العام لحزب الله ذكر جملة من النقاط، واحدة من هذه الجملة أو الجمل، قال أننا سنختار أمينا عاما للحزب ولكن سيؤجل هذا الموضوع. في هذه النقطة هناك تساؤلات كثيرة، لماذا التأجيل؟ هل هناك تخوفات من أي مسمى معين أو هو تكتيك؟ يعني تقرأ كل هذه الاحتمالات. أولا جانب المناورة مطلوب اليوم حقيقة بعد أن وضح أن هنالك أكو خرق أمني كبير جدا في جسد حزب الله. هسه هذا الخرق مرهون بلجان التحقيق كشفه على مستوى الموارد البشرية وعن طريق الجانب التقني أو الذكاء الصناعي، يحتم على حزب الله ألا يعطي كل حقيقة هذه المسميات، وأن يهتم بموضوع رئاسة أو أمانة العفو، الأمانة العامة لحزب الله للمرحلة القادمة. قطعا هي لن تغادر الشيخ النعيم أو السيد صفي الدين، يعني هاشم السيد صفي الدين، باعتبار أنه هاتان الشخصيتان واكبت المسيرة النضالية الجهادية لسيد المقاومة طيلة العقود الماضية، فبالتالي الموضوع لا يخلو من المناورة ولا يخلو من وجود تكتيك يراد، وقد يصار. يعني الآن الشياع حقيقة أهم الشخصيات هو السيد هاشم أو الشيخ النعيم، لكن قد يكون هنالك شخصية أعدت لهذه المرحلة، لأن حقيقة ما يحسب لسيد حسن نصر الله كان يتعامل بواقعية عالية جدا ولا يتعامل بمثالية، يعني يضع في حساباته أحنك وأصعب الظروف، وبنفس الوقت لا يقف عند احتمالية تحسس المتوقع للمرحلة القادمة، بل يعمل على معالجة المتوقع للمرحلة القادمة. وكان واحدة من النقاط المهمة أنه كان يستشعر أنه كان هنالك استهداف متعمد وأكد عليه، الاستهداف الثلاثي السعودي الصهيوني الأمريكي، فبالتالي قطعا قد يكون السيد حسن نصر الله أوصى بشخصية لعموم القيادات باعتبار أنه قد تكون هنالك شخصيات مدربة مهيئة لهذه المرحلة الصعبة، وقد يكون من باب التخمين أنه السيد هاشم صفي الدين والذي يعرف عنه بالصلابة والحزم والشدة قد يكون هو الأمين المنتخب للمرحلة القادمة. هو قال بالضبط سنختار أمينا عاما للحزب، وذكر بعدها جملة والجميع على قلب واحد. ربما الأعداء سيحاولون أن يستثمروا هذه النقطة ويقولوا أن هنالك انقسام في الرأي، ربما فوضى في اتخاذ القرار وحتى في رئاسة الحزب إلى غير ذلك من الأمور التي تخدم مصالحهم، ولكن سمحت الشيخ ذكر نقطة كلش مهمة أنه الجميع على قلب واحد، وبالتالي يعني هم رجال مقاومين على الأرض يفكرون بطريقة، أصلا هم زاهدين في الدنيا. أحسنت، وبالتالي لك الجواب. رجال صدقوا ما عهد الله عليه، والصادق حقيقة لا ينتبه لحطام الدنيا، وبالتالي دائما مرحلة الفتنة والخلل لطلاب الدنيا. طلاب الدنيا نعم يعشقون المناصب، يعشقون السلطة، يعشقون التباهي، لكن في حزب الله نعتقد عالم غير، عالم أخروي، عالم بعيد كل البعد
عن التفكير بالمستوى الدنيوي، فبالتالي الانقسام عندما تكون بمرحلة من صنف الملائكة تتعامل معهم قطعا ستجد الإيثار وستجد من يتنازل للآخر من أجل تسلم مراحل القيادة لسببين: الكل يستشعر أن أخاه أفضل منه، والكل يستشعر أنه عليه أن يكون على الثغور وعلى السواتر، لا أن يكون في مركز القرار والسلطة. وبالتالي لا أجد أن يكون هنالك انقسام. يعني مبدئيا عندما نتكلم عن هيكلية وطريقة البناء البنيوي لحزب الله، هو حركة أو تيار عقائدي بعيد عن الجنب السياسي، وإن كان يخوض المجال السياسي هو أقرب اجتماعيا كمكون من الجانب السياسي. لذلك عندما يكون العامل المشترك بين عناصر هذا الحزب الحس العقائدي، قطعا لا نجد ولا نتصور أن يكون هنالك خلاف من سيكون الأمين العام القادم للمرحلة القادمة. ونقول من الآن أعان الله من يتسلم زمام هذه الأمور، هذه مسؤولية حقيقية. أيضا سيد علي، ذكر سماحة الشيخ نعيم أنه ضرب أبناء المقاومة محاولة لإرباكها، ولكن قدراتنا البشرية جاهزة. ضرب المدنيين لخلق فوضى، جاهزيتنا العسكرية من صواريخ متينة وكبيرة ولن تستطيع أو يستطيع العدو الوصول إليها. إذن هنالك محددات وإمكانيات أعلنها سماحة الشيخ بأننا نعرف ماذا نريد ونخطط وننفذ. طبعا ما يحسب لعموم محور المقاومة وتحديدا لحزب الله أنهم يتعاطون مع المعركة بعقلانية وبحكمة، ولا يذهبوا إلى مساحة الانفعال التي يريد الكيان الصهيوني جر محور المقاومة وحزب الله لها. الانفعال واحدة من علامات الانهزام، أو الحقيقة البدء بالانهزام والانكسار. حزب الله صلب، هذه الصلابة هي ليست صلابة الصلادة، وإنما صلابة مرونة. يعني بتوضيح أكثر، أولا ككيان هو دولة مؤسسات حزب الله، من ترجع عليه أن المسؤوليات والمهام مقسمة لأصحاب الاختصاص، هنالك المجال السياسي وله من يقوده، وهنالك المجال الأمني، وهنالك المجال العسكري، وهنالك المجال اللوجستي، وهناك الجانب الإعلامي والتعبوي. كل هذه المجالات لها رجالات، فبالتالي عندما يكون البناء على أساس معرفي وعلى أساس عملي صحيح ورصين، قطعا أي أزمة ستمر سيتم تجاوز هذه الأزمة. الأزمة الكبيرة التي مر بها حزب الله نعتقد هو استهداف القيادات العليا من الخط الأول خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا ما كلف حقيقة حزب الله الكثير. لكن هل هذا الاستهداف استطاع أن ينال من همة وعزيمة أبناء حزب الله؟ قطعا لا. يعني أتذكر ودائما أذكر هذه العبارة، أتذكر قول السيدة زينب عليه السلام في محضر يزيد عندما اللعين أراد أن يستهزئ، قال: كيف رأيت صنع الله في أهلك وأخيك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلة، إنهم رجال كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. بالأخير هذا الإنسان اللي وطن نفسه للطريق الجهادي يدرك أن الجائزة التي من المفترض أن يستلمها من الله هو الشهادة، فبالتالي الشهادة منكسار، الشهادة تقييم وتكريم من الله سبحانه وتعالى. ثانيا الله سبحانه وتعالى يقدر الأسباب، وأيضا هو من يصوغ النتائج. التسليم لأمر الله ولقضائه من قبل حزب الله هو ما يعطيه القوة والمرونة التي يستطيع أن يحتوي ويمتص أي صدمة يتعرض لها جسد حزب الله. وأعتقد صدمة القيادات كانت كبيرة، لكن بفضل الله استطاع حزب الله ومحور المقاومة والجماهير تجاوز هذه الأزمة، رغم ما ألم بنا حقيقة من حزن كبير لفقدان هذه الشخصية والقامة الإيمانية الكبيرة المتمثلة بسماحة القائد سيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. طيب سيد محمد، إذا كنت تسمعني، خسارة هذا العدد من القادة الميدانيين هل سيؤثر على أسلوب أبناء المقاومة لحزب الله في التعامل في الميدان، يعني بطريقة يعني يبتعدون عن الحكمة والعقلانية، أم ستأخذهم العاطفة؟ لا شك أن العاطفة لها دور كبير، لكن العقل دوره أكبر، والحكمة دورها أوسع، والمعرفة وإتقان والخبرة استخدام السلاح والدخول في مهام عملياتية واستراتيجية وتكتيكية
هي من صلب مهام قادة الصف الثاني. ونحن ندرك في العلم العسكري أن القائد الحقيقي هو الذي ينتج قادة بدلاء له، وعندما يخرج القائد من الصف لا يعني على الإطلاق أن المؤسسة قد انتهت. المؤسسة سوف يخرج، هذه المؤسسة قائد آخر يتابع المسيرة ويستمر في تنفيذ المهام الموكلة لهذه الوحدة أو لهذا التشكيل القتالي. خروج القادة لا يعني على الإطلاق أن هذه الوحدة أو التشكيل قد انتهى. نعم، بفقدان القادة العظماء انتقلوا إلى رحمة الله تعالى يشكل خللا وخسارة، يشكل خسارة كبيرة، لكنه لا يشكل خللا في منظومة القيادة، لأن منظومة القيادة يتم استعادة السيطرة فيها بشكل سريع ويتم وتقوم بترميم ذاتها. القيادة نفسها تقوم بترميم ذاتها لأنها أهل لذلك، وهي مدربة دائما. كل القادة، قادة الصف الثاني من الأركانات والنواب ورؤساء العمليات ورؤساء الأركانات الأخرى أو الأجهزة المختصة، جميعهم مدربون على أن يحل أي منهم محل القائد المباشر له. وبالتالي خروج القادة من الصف لا يعني على الإطلاق المؤسسة قد تعطلت وخرجت، وبالتالي تستطيع أن تتابع مسيرتها وكأن شيئا لم يكن وكأن شيئا لم يحدث. دليل ذلك أن الصواريخ انهمرت في الساعة ذاتها على المستوطنات والمواقع وعلى القدس وعلى حيفا وتل أبيب، ولم تتأثر منظومة قيادة، بل تابعت مهامها بكل إتقان بكل كفاءة بكل كفاءة عالية وبكل إدراك لحجم المهام والمسؤوليات الملقاة على هذه التشكيلات في مقاومة الاحتلال وفي مقاومة العدوان. ومن كان يراهن على أن فقدان القيادة يعني انهيار أو انهياء أو انتهاء عمل المؤسسة فهو لا يدرك عمل المؤسسات. حزب الله مؤسسة لها منظومتها المتكاملة، مؤسسة انضباطية، مؤسسة فيها المعايير العسكرية والتقنية ومسؤوليات القيادة المتسلسلية، كل ذلك يعني أنها قادرة على إعادة إنتاج ذاتها وترميم ما لحق بها من أضرار والانطلاق بإذن الله تعالى نحو تنفيذ المهام من جديد وبكفاءة عالية وبصلابة أقوى وانطلاقا من مما تركه من إرث نضالي السيد حسن نصر الله، هذا القائد العظيم الذي نفتقده اليوم. إذا كان معنا من سوريا سيد محمد عباس الخبير الأمني، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في هذه التغطية. سيد علي، يعني بالعودة إليك مرة أخرى، هنالك نقاط كثيرة ومحاور كثيرة وملفات كثيرة، لكن ننهي النقطة الأخيرة التي تحدث بها سماحة الشيخ نعيم، وهي مسألة ما يحصل الآن. قال في رسالته ما يحصل الآن قيد المتابعة، شكر اللبنانيين على هذه الوحدة التي تجلت عند كل الطوائف، وشكر الحكومة اللبنانية، المؤسسات، وزارة الصحة إلى غير ذلك، وشكر الجيش. قال نحن في مركب واحد والنصر حليفنا ونحتاج إلى بعض الصبر والعدة، فقد عدينا ما لدينا. هنا السؤال سيدي الكريم، اليوم قيادة الجيش الوطني ينتشر في عموم لبنان، وذلك من أجل الحفاظ على السلم الأهلي، لأن الكيان الصهيوني يحاول أن يضرب في مناطق متفرقة. أحسن، وهذه نقطة جدا مهمة. ويضرب في مناطق هي ليست من بيئة أبناء حزب الله. مبدئيا أنا حقيقة مع بداية إعلان شهادة القائد حسن نصر الله قلت أنه الذي أتخوف منه للأيام السبعة القادمة هو العمل على استخدام ورقة الحرب الطائفية والحرب الأهلية من قبل الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني وأموال الخليج تعبث بجسد لبنان على مدى السنوات أو العقدين الماضيين، وبالتالي أتكلم بواقعية أن هنالك من يوالي ومن يريد حقيقة إرباك المشهد الداخلي لحزب الله، ويريد حقيقة إرباك حزب الله حتى لا يستطيع أن يواجه الكيان الصهيوني الذي يستحضر ويحضر لهجمة برية. فبالتالي هذه الأيام الثلاثة مرت بسلام، وأعتقد للجيش اللبناني فعلا كان دور كبير جدا، لأنه بضربة استباقية أراد أن يجهز على كل مواطن الفتنة التي قد تعبث بالداخل اللبناني، وهو من أخطر الأسلحة إذا ما قدر لا سامح الله تم استخدامها واستطاعت أن تنهض ورقة الفتنة داخل اللبنان، داخل لبنان، فإنها ستؤثر سلبا على معنويات حقيقة القيادات الأمنية اللبنانية بصورة عامة وتحديدا على حزب الله. لكن المتوقع ما ترك من أثر طيب شخصية السيد القائد رضوان الله تعالى عليه، الذي تعامل مع كل لبنان
بحس إنساني بعيدا عن المسمى الإثني أو الديني أو الطائفي أو العرقي، وتعامل مع اللبناني كلبناني. فبالتالي أنا أعتقد المدخر من المشاعر الطيبة باتجاه شخصية حسن نصر الله سيرد الجميل من قبل الشعب اللبناني، والذي يريد أن يعبث أنا أتوقع الشعب سيقوم بمعاقبته قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية. بالعودة مرة أخرى إلى المقاومة وردود أفعالها وكذلك الصواريخ والرشقات والصليات التي تستمر هنا وهناك وتحقق أهداف ممتازة جدا خصوصا في القدس المحتلة ومناطق أخرى، لماذا لا تقصف تل أبيب بشكل مباشر؟ يعني مبدئيا لدى محور المقاومة تفكير أنه أصل الحرب التي قامت يعني باتجاه محور المقاومة هو الغرض من عندها الذهاب إلى حرب شاملة واستهداف محور المقاومة بصورة عامة دون استثناء والقضاء عليه، وتحديدا استهداف مركز قوة محور المقاومة الجمهورية الإسلامية، وأخص بالذكر المفاعل النووية التي تشكل أرقا كبيرا للكيان الصهيوني الذي لا يريد في هذه المنطقة أن تكون هنالك دولة تمتلك هكذا إمكانيات. لذلك من هالباب نجد أن هنالك بطء في موضوع المعالجة. هذا البطء هل جاء من ضعف أم من حسابات دقيقة؟ لا، جاء من حسابات دقيقة. أنه أولا الحرب استنزافية، أنا لا أضمن يعني حتى وإن استطعت أن أدمر، يعني رب قائل يقول هي 22000 كيلومتر الآن نطير لنا 200 صاروخ بالستي نقعدها إسرائيل. إخوان الحرب ويا إسرائيل، الحرب ويا أمريكا، الحرب ويا ألمانيا، الحرب ويا بريطانيا، الحرب ويا فرنسا، الحرب ويا حلف الناتو. لذلك لنتصور، وهذا ما أشار له وبذكاء عالي جدا السيد الشهيد، قال إن هذه الحرب لن تنتهي بالضربة القاضية، لذلك هذا اختصار للإجابة، وإنما ستنتهي بالنقاط. الذي يمتلك حكمة وروية وتأني ونفس طويل هو من سينتصر بهذه المعركة. فمن كلامك أنه حزب الله على جراحة. فمن كلامك أنه حزب الله عليه أن يتحمل معادلة بيروت مقابل تل أبيب. صح. مقابل ضرب تل أبيب. لا بل حتى مو بيروت. أنا أقول حقيقة بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء وكل فلسطين ستكون مقابل تل أبيب. هذا ليس ضعفا في محور المقاومة، وإنما الإمكانيات المدخرة لدى المنظومة الغربية لدى حلف الناتو أن هنالك مخطط كبير للسيطرة على الشرق الأوسط. شماعة الفصائل المسلحة، شماعة محور المقاومة، هل يعقل أنه أمريكا اللي تبعد عنا قرابة 12000 كيلومتر لها الحق التخوف على أمنها القومي، وليس لنا الحق أن نتخوف أو ندافع للحفاظ عن أمننا القومي في هذه المنطقة ونحن أصحاب هذه المنطقة؟ قطعا الموضوع واضح، هنالك تعمد وهنالك سياسة استعمار. هذه الاستعمار مبنية على سياسة توحش والعمل على إيقاع أكبر الخسائر في البنى التحتية والمدنية من أجل هد هذا الكيان داخليا، لكن هذا الموضوع بإذن الله لن يحصل. وبالتالي وإجابة وعودة إلى سؤال حضرتك، لا يتم توجيه ضربة مباشرة بكامل قوة محور المقاومة، لأن الموضوع هو مو تل أبيب وتنتهي المعركة. لو كانت الحرب مختصرة بتل أبيب والكيان الصهيوني فقط لا رأينا ما ذهبت إليه من رأي، وهو العمل على توجيه ضربة قاسمة وإنهاء الموضوع. لا، هنالك تحالف دولي حقيقة ينتظر ساعة الإعلان من خلال توجيه هكذا ضربة مؤلمة للكيان الصهيوني، لذلك ويريد أن يفوت الفرصة. ماذا عن الحرب البرية؟ يعني مبدئيا وبدون غرور أنا أقول محور المقاومة قد يعد الآن أكبر قوة بالعالم في موضوع حرب الشوارع والحرب البرية. عسى رب سائل أيضا يضيف أن هنالك سلاح جو متطور وهنالك إمكانيات تقنية في موضوع الحرب البرية. إذا ما فكر الجانب الصهيوني، أنا أعتقد عنصر المباغتة والمناورة والالتفاف من الخلف حاضر في ذهنية القائد الميداني لحزب الله. يعني بتوضيح أكثر، لا تكون هنالك فراغات بحيث نسمح لسلاح الجو أن يعمل على تمشيط أو سياسة الأرض المحروقة حتى يمهد لتقدم القوات البرية. الجغرافيا الصعبة لجنوب لبنان وشمال فلسطين
تجعل من الصعب استخدام الآليات عدا سلاح الجو. سلاح الجو سيحيد من خلال تحضير تكنيك عالي المستوى من قبل حزب الله والعمل مباشرة على الاتحام مع قوات الكيان الصهيوني والذهاب إلى قواعد الاشتباك الصفري وبالتالي منع تدخل سلاح الجو. وإذا ما حيدنا سلاح الجو قطعا سيكون هناك انتصار ظاهر يحسب لحزب الله في المرحلة القادمة. في الآونة الأخيرة هنالك ماكينة إعلامية تحاول جاهدة التشكيك بموقف إيران ودور إيران وبعضهم اتهم إيران بأنها تخلت عن حزب الله إلى غير ذلك. كيف تعلق على هذه الماكينة الإعلامية التي تحاول أن تشتت الموقف؟ يعني هنا أنا أرد بشقين. الشق الأول الذي يثير هذا التساؤل، أليس الأولى بعموم الدول الإسلامية والدول العربية التي وقفت متفرجة أمام أولى القبلتين وثالث الحرمين، القدس وما أدراك ما القدس وما مكانتها في الإسلام؟ كان من المفترض إذا كان فعلا أكو، إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرار في دنياكم، إذا على مجال العروبة والشيم العربية فمن المفترض أن تكون هناك أخوة. فالأولى أن الدول العربية توجه الضربة. لماذا لا يوجه السؤال للدول العربية؟ أين أنتم من القضية الفلسطينية ولبنان؟ أيضا يوجه السؤال لعموم الدول الإسلامية. هسا إيران يكفيها فخرا تقول أن الصاروخ اليمني والصاروخ العراقي والصاروخ اللبناني والفلسطيني الذي يصل إلى قلب إسرائيل هو بأموال واستشارة وفكرة إيرانية، فبالتالي وسلاح إيراني. فإيران ما المنتظر؟ يعني هي وصلت إلى قلب تل أبيب، إلى كل المستوطنات، بل وصلت إلى صحراء النقب من خلال الوعد الصادق. فبالتالي إيران لم تقف ولم تتوانى وهي في صلب المعركة. أما ماهية إيران أن تضرب أو ما تضرب، يا عمي أنت قود المعركة وتعال قودها، وجه الأمر لإيران. بس أنت مو قاعد على المدرجات وحضر جنابك، أنت اللي تملي على إيران تضرب لا متضرب. وقاحة، هذه وقاحة. طب هذا عذرا، هذا قمة السخرية بعقول على الأقل جماهير محور المقاومة. تدري أنت الغرض من هذا التساؤل هو العمل على زرع بون وهو ما بين القواعد الشعبية لمحور المقاومة وعموم قيادات ورجالات محور المقاومة. هذا الموضوع لن ينجح. أنا أقول أرد السؤال بسؤال وأرد الإجابة بإجابة. الذي يطلب من إيران أن تضرب عليه أن يضرب ثم يعود لإيران يقول لها إيران ضربت وإيران أوصلت وإيران ساعدت وإيران دعمت ولا زالت تدعم. ومن المعيب ومن الجنون أن تقول أين إيران وإيران في قلب تل أبيب. طيب لماذا تصمت هذه الحكومات العربية؟ لأن من تخشى؟ هذه الحكومات وطنت نفسها على أن الملك الذي تتربع على عرشه اليوم لن يكون بأمر الله، استغفر الله، ولن يكون بأمر الشعب، بل هو بأمر الكيان الصهيوني وأمر القيادات الغربية. فالذي يعتقد بهذا الاعتقاد قطعا لن تجد له لا حسا ولا حسيسا. فبالتالي أنا أعتقد كل ما راح يفعله هو الإدانة والاستنكار. واليوم نجد حقيقة مرحلة انتقالية أصعب وأخطر. اليوم الدول العربية تدعم الكيان الصهيوني على المستوى اللوجستي، بل هنالك رسائل وبعض التسريبات تقول أن طائرات بعض دول الخليج العربي والدول العربية شاركت في استهداف فلسطين وفصائل المقاومة الفلسطينية، واستهدفت حتى المستوطنين حتى أهل غزة. أنا أعتقد الموضوع واضح أنه خنوع الحكومات وفقدان إرادتها أمام الإرادة الغربية والإرادة الصهيونية هو الذي يجعل منها خانعة متفرجة على ما يحصل من جرائم في لبنان وفلسطين. اسمح لي أن أنتقل إلى سيد فيصل ريكان من بغداد عبر الهاتف. سيد فيصل إذا كنت تسمعني، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت باحث في الشأن السياسي، كيف تقرأ ما يحصل اليوم في لبنان؟ أكيد يعني الحقيقة العبرة ممكن أن تحصل الإنسان عندما يتحدث عن هذا الموضوع. صعب جدا أنه تعدي نفسك وتعدي الأمة الإسلامية وتعدي أهالي لبنان بهذا المصاب الجلل. نعم كانت جريمة بشعة اقترفت من قبل الكيان الصهيوني الإسرائيلي حقيقة بالذهاب إلى اختطاف حياة
ألمع المقاومين في العالم حقيقة وليس في العالم الإسلامي. السيد حسن نصر الله كان رمزا للشهادة، رمزا للبطولة، وهو خير خليفة لشهيد الإسلام أو سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. أعتقد أنه جريمة لا يمكن وصفها، لا يمكن السكوت عنها، لا يمكن التغاضي عنها، ولا يمكن للمسلمين عموما السكوت عن هذه الجريمة البشعة التي قام بها الكيان الصهيوني. طيب سيد فيصل، يعني بعد استشهاد السيد حسن نصر الله هنا في العراق تحديدا في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى هنالك مجالس عزاء، هنالك مواقف، هنالك تصريحات، تظاهرات كثيرة، امتعاض من قبل الشارع العراقي، كيف تقرأ يعني المواقف داخل العراق بخصوص استشهاد السيد حسن نصر الله؟ نعم، الحقيقة السيد حسن نصر الله كان رمز وأيقونة للجهاد في كل بقبق عالم، وليس في العراق وليس في فلسطين ولا في المنطقة العربية. لذلك الحقيقة كان موضوع استشهاده صدمة كبيرة لكل المعنيين، لكل المسلمين، لكل الأطياف، لكل الثوار بالعالم الحقيقة على الظلم والاضطهاد. لذلك هذا الرجل الحقيقة لا يمكن استفراغه ولا يمكن السكوت أو الاستسلام إلى ما قام به العدو الصهيوني. نشوف اليوم العوائل العراقية بشكل عام تعيش مأساة، كأنما صلب أحد أبناء العوائل هذه من داخل العائلة. يعني تجدهم حزينين، تجدهم قاموا ذهبوا إلى إقامة المآتم حتى في داخل نفوسهم داخل بيوتهم. لذلك لا يمكن التعبير الحقيقة يعني الإسلام والعقل يعجز عن وصف هذه المأساة الكبيرة التي نعيشها نحن العراقيين جميعنا. نعتبر السيد حسن نصر الله رمزا لمقاومة الظلم، رمزا للدفاع عن فلسطين، على الأقل تقرير الدفاع عن غزة التي استباحها العدو الإسرائيلي، وخصوصا في حربه الأخيرة وما عانت منه من ويلات، يعني من ويلات التدمير والقصف والتهجير وكل أنواع البشاعة التي استخدمها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. كان الرجل هو أول المقاومين وأول المناصرين للقضية الفلسطينية، وحقيقة هو ليس بي لا يعني لا يحمل عنوان لبناني فقط، يحمل عنوان قائد إسلامي مناضل لا يسكت على الظلم، رغم أنه كان يصرح في كثير من المناسبات أنه هو مشروع للاستشهاد، وكان يتمنى كجده علي بن أبي طالب يتمنى أن عندما قال الإمام علي أنه بعد أن ضربه اللعين قال تصرف بالكعبة. أعتقد أن السيد حسن نصر الله قالها بلسانه وبعقله وبقلبه أنه فست، وخصوصا أنه سوف يكون قريبا من أجداده، قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويا ريت كلنا نحصل هذه النهاية أو الخاتمة الجميلة. طيب أنا أشكرك جدا سيد فيصل، كان من بغداد الباحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. أيضا سيد الكريم، في قراءة سريعة للمواقف العربية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني هنالك من كان متأثر جدا وتفاعل مع استشهاد السيد حسن نصر الله، وهنالك من فرح وتشمت. الموضوع أنا أعتقد المشكلة الإعلام الغربي والإعلام العربي الممنهج المدفوع من قبل الماكينة الغربية والماكينة الصهيونية استطاع أن يحقق شرخا كبير حقيقة داخل المكون العربي وداخل المكون الإسلامي. وإلا بماذا حقيقة تصف حالة أنه شهادة قامة من قامات المقاومة
الذي دافع عن فلسطين، وفلسطين فيها دلالة للرمزية العربية وفيها دلالة للرمزية الإسلامية، فمن كان ينتمي للعروبة كان من المفترض إذا كان عربيا يتأثر بالأثر العروبي، وإذا كان ينتمي للإسلام فالمفروض من خلال الحس الإسلامي أو الدين الإسلامي يتأثر لهذه الشخصية المسلمة التي واجهت قوى الكفر والاستكبار. لكن عندما تتطابق النوايا ويكون المعسكر واحد، فأنا أعتقد أن نقول يا يزيد كد كيدك واسع سعيك، فإنك والله لن تمحو ذكرنا. ما حصل للسيد نصر الله أكرر، إنهم رجال كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وبالأخير هم أصحاب شعار أولسنا على الحق، إذا لا نبالي إذا وقع الموت، إذا وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. هذول الناس حقيقة وطنوا نفسهم لطريق الله، لسبيل الله. هذه الحياة ليست حياة أبدية، هي مزرعة، وهنالك الحياة السرمدية التي رحلها السيد الشهيد كما رحل أجداده من قبل. فالشامت أنا أقول عليك أن تقوم بحقيقة فحص طبي للدي أن أي، وإلا لا يفسر هذا الموضوع إلا بهذا الجانب، أنه لو كان فيه عرقا عربيا أو إسلاميا حقيقا قطعا كان من المفترض أن يشعر على الأقل بحالة الفقدان والحزن جراء هذه القامة الإيمانية. طيب، باستشهاد السيد حسن نصر الله وقادة المقاومة وعدد كبير من الخلص المدافعين عن الإسلام وعن وحدة الأرض وعن القيم والمبادئ، هل سينعم العرب بالأمن والأمان؟ فقطعا يعني نحن نستغرب أحيانا أنه هل يعقل أنهم لم يدركوا لحد هذه اللحظة وحشية هذه الأنظمة، وأن هذه الأنظمة ليست لديها عهد ولا وعد. والكل يعلم لبنان كانت في مرحلة تفاوض بالمناسبة، وحذرنا من هذا الجانب، قلنا أن المكر الدبلوماسي هو واحدة من وسائل الخداع التي تتبعها الدول الغربية دائما على مر التاريخ. فبالتالي المأمن الذي تتكلم عنه يا سيدي الكريم، أقول كرة النار التي اليوم تتدحرج وقد وصلت إلى أرض لبنان قطعا وقسما ستصل إلى كل الدول العربية. هذا العدو لا ينظر للعرب بنظرة احترام، ولا ينظر للإسلام بنظرة احترام، ومتى ما استمكن وتمكن والله سيذبح العرب كما تذبح الشاة. طيب، بسؤال سريع وأحتاج إلى إجابة سريعة، المخرج يقول لي انتهى الوقت. عائض القرني كتب ويش في صدور قوم مؤمنين، هل يجرؤ أن يكتب هذه الآية إذا ما قتل بنيامين نتنياهو؟ قطعا لا، عندما يكون ينتمي لمدرسة نتنياهو قطعا سيكون عدوه حسن نصر الله، ومن يكون عدوه حسن نصر الله قطعا سيكون عدوه الله ورسوله. وبالتالي هذا القرني هو أنا أعتقد هو يعتبر نوع من أنواع الشياطين التي بهيئة بشر. فهل يعقل من لبيب أو عاقل يعتقد أن هذه الشخصية يشفي الله صدور المؤمنين بقتلها؟ قطعا تفجع صدور المؤمنين بقتل هكذا قامة، لكن عندما يكون القرني ينتمي لمدرسة نتنياهو قطعا سيفرح كما فرح الصهاينة بمقتل قامة الإيمان وسيد المقاومة الشهيد رضوان الله تعالى عليه حسن نصر الله. ونشكرك جدا، كان معنا مشاهدي الكرام الأستاذ علي فضل الله الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. وأيضا كان معنا من سوريا سيد محمد عباس الخبير الأمني، كان معنا من سوريا. وأيضا عبر الهاتف سيد فيصل ركان من بغداد الباحث في الشأن السياسي. وأنتم مشاهدينا مستمرون معكم في تغطيتنا، إلى اللقاء.